السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ مع بعض، نعمل احلى حاجة يا حبايب قلبي. طبعا فيتامين سي كله في بعضه، وحاجة كمان قيمة غذائية هنعملوها فيه ان شاء الله. هتشوفوا كل الفيديو على الطبيعة، يا رب لما تشوفوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، واكون فعلا قادرة اوصل المعلومة وتكونوا بتستفادوا مني يا رب ان شاء الله. ربنا يجعلني ضيفه خفيفه عليكم ان شاء الله، واكون فعلا قادره اوصل معلومه تكونوا بتستفادوا مني. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله. فضلا وليس امر، يا ريت اللي يخش الفيديو يحط اللايك، اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله عشان يوصل مني كل جديد. حبايبي يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي يجعل صباحكم صباح خير يا رب، وهنا وسعد وسرور، يديكم ما تتمنوا ان شاء الله احنا وانتم والمسلمين اجمعين. يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح، ندعي لهم عن ظهر غيب، وفي لبنان ندعي لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم، مشي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، ويرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. ألا إن نصر الله قريب، يا رب انصره النصر العزيز المقتدر، يتعجب منه أهل السماء والأرض، إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل مننا ومن سائر المسلمين، أمين يا رب العالمين. حبايب قلبي النهاردة إن شاء الله جايين هنعمل مع بعض إيه؟ طبعا الجزر والبرتقال مال السوق حبايب قلبي، وحتى لو عندك شوية برتقال الولاد مش راضيين ياكلوهم برضو إيه، إحنا هنستخدموهم تمام كده. كل فوائد يا حبايب قلبي، ومفيد جدا جدا جدا، وإن شاء الله هندخل معاه قيمة غذائية تانية عالية برضو تنفع للناس اللي عندها انيميا. حاجة صغيرة خالص اللي هي ايه، حتة بنجر يا حبايب قلبي تمام. عايزة تحطي بنجر كتير دي براحتك، دي حرية شخصية. مش عايزة تحطي بنجر خالص برضو حرية شخصية، بس البنجر بيديله لون بسيط قوي، وفي نفس الوقت بيديله قيمة غذائية، وبينفع زي ما قلت لكم للناس اللي ما بدل ما تحتاجي ان انت تعلقي محاليل عشان ترفعي الانيميا، ده جميل جدا 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 ومفيد. فيتامين سي والجزر جميل جدا للنظر، وحاجه بصراحه ربنا قيمه غذائيه عاليه جدا جدا، وينفع كمان لاولادنا عشان المذاكره وعشان الامتحانات اللي داخلين عليها. ربنا يوفقهم جميعا يا رب، ويتقبل مننا ومنكم دعانا ليهم ان شاء الله باذن الله، ويصلح حالهم وحالنا وحال المسلمين اجمعين، ويرضى عننا جميعا. فضلا وليس امر، يا ريت اللي يخش الفيديو ويشوفه يعمل له شير ويحط اللايك يا حبايب قلبي، حطوا اللايك، ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي ما تحرمش منكم. عملت ايه يا حبايب قلبي؟ انا معايا بتاع كيلو برتقال زي ما انتم شايفين كده، حطيت 3 جزرات، حطيت عليهم حبه ميه صغيرين زي ما انتم شايفين، وحبه سكر صغيرين، وسلقتهم تمام كده ان شاء الله. انا مش هقشر البرتقال ونضربه في الخلاط ونصفي، لا انا هعصره حبايب قلبي في العصاره زي ما انتوا ايه هتشوفوا معايا كده، هوريكم على الطبيعه. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم كده، تقسمي لوحده كده تمام كده، وتيجي مع العصاره اليدويه بتاعتنا دي، تعصري كده لحد ما تاخدي كل الميه اللي في قلب البرتقال تمام كده. هخلص الكميه كلها ان شاء الله باذن الله بنفس الطريقه كده حبايب قلبي، هوريكم بس القشره بتبقى طالعه عامله ازاي، ما فيهاش حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده، شايفين القشره بقت عامله ازاي، كل الميه اللي في قلب البرتقانه طلعت منها تمام كده. هخلص كل الكميه بنفس الوضع، وقبل ما احطه على الجزر هوريه لكم، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، ادي تاني حبه من البرتقان، احنا حطيت اول حبه على الجزر تمام، وادي الباقيين بناخد كل الميه اللي في قلب البرتقان حبايب قلبي كده زي ما انت شايفه تمام كده. هنقوم بقى هنشوف الجزرايه، لو حته البنجرايه اللي انا حطاها على النار، ونبدا نشتغل فيه، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي كده، احنا عصرنا زي ما قلت لكم البرتقال، وحطيناه ايه على الجزر، السكر حسب الرغبه تمام كده. هنحط ايه بتاع 5 معالق كبار، وادي البنجر بميته كده زي ما انتم شايفين، الحتت اللي احنا ايه سلقينها تمام كده. طبعا مش هنرمي الميه ونقول لا دي ميته، مش لا، هي الميه بتاعته اللي برضو فيها الفايده. هنبدا بقى نسمي الله، شايفين اللون بقى عامل ازاي، ولسه تمام. اضربه بس حبايب قلبي وهوريه. شايفين بقى حبايب قلبي، شايفين لون البرتقال وتقله، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي،
بسم الله ما شاء الله. طبعا انت عايزه تكتري البنجر عن كده ما فيش مشكله، مش عايزه تكتريه، مش عايزه تحطي، بس هو قيمه غذائيه عاليه جدا جدا ومفيد جدا جدا يا حبايب قلبي. زي ما قلت لكم لو حد عنده انيميا لان يسال مجرب، انا مجرباه يا حبايب قلبي على نفسي. كنت بساعد مع المحاليل اللي كانت بتتعلق لي بيه هو كمان، تمام كده. قيمه غذائيه عاليه جدا جدا ومفيد جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه يا حبايب قلبي ان شاء الله ويعجبكم. خليكم معايا، هعبي الكوبايات واوريه لكم. وده الشكل النهائي بتاع الكوبايات بتاعتنا حبايب قلبي. الكوبايه دي عشان تروح تشربيها من عند المحلات العصير غاليه جدا جدا، وما بتضمنيش الدم ربنا طبعا، وما بتضمنيش اذا كانت حلوه فعلا ومعموله زي ما احنا بنعمل كده، وبنحط قيمه غذائيه وفي نفس الوقت كمان بنضافه غاسلين الحاجه ومنضفين الحاجه كويس. ما بتضمنيش احنا نشرب الحاجه في البيت افضل ونعمل الحاجه في البيت افضل كتير كتير من بره، لان دلوقتي ربنا يكفينا شر الامراض، كفايه اللي احنا فيه الحمد لله على كل حال. فنحافظ على صحتنا وصحة ولادنا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. الطريقة تعجبكم وجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. برضو ان شاء الله باذن الله هنجيبوا حبة برتقان وحبة جزر ونفرزوهم لرمضان، ان عشنا وكلنا عمر باذن الله ان شاء الله حبيب قلبي. تمام كده باذن الله كده ان شاء الله. ما تنسونيش في دعوة حلوة، يا ريت تحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك فضلا وليس امر، وتصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.